ديال الامطار هي الثلوج. تبارك الله، الصلاه على النبي. نشوفوا هنا هذا المنظر الجميل، ما شاء الله، ذوبان ديال الثلوج. لاحظوا معايا هذا الشيء غير ديال ذوبان الثلوج، خيرات سيدي ربي، اللهم بارك وزيد في ذلك. منظر جميل والله، جميل، يحيي القلوب وينعش الصدور ويسر الناظرين. لاحظوا معايا الثلج داب من الفوق، أغلبية هنا منطقة اللي قربنا الورزازات داب، زائد الأشغال اللي كاينة القدام. تحية لفريق ستابور، أشغال لازالت متواصلة، توسعة الطريق وكذلك حتى الجنبات ديال الطريق كيديروا لها لمير بوينت باش كيفورسيو الطريق من اللي نهيار. لاحظوا معايا السور اللي دار بيطون، ها هو على طول غادي. ما شاء الله، اللهم بارك. قنطرة جميلة، إلى الأمام، هيا بنا. الاشغال هنا كيتكسوا لي هنا الارض ما بين السور اللي كيديروا الجديد، السور اللي غادي يكون كوفراج ديال هاد الطريق، وكيجيبوا الكومباكت كيكومباكتيوا لي الارض مزيان، لان انا الارض شوف هشه جدا. كاينه اشغال، اللهم بارك. شكرا وزاره التجهيز، شكرا ستابور حتى هما، تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا الانهيارات ديال هنا، هاد الصور غادي يلعب دور، صراحة غادي يلعب دور صحيح. شوف هادشي كلشي راب هنا بسبب الفيضان ديال الأمطار ديال الثلوج والأمطار فيضانات. وحدة هنا، أتونسيون الفيراج هنا، الدوبلاج لابتي عينك عجاج. Thank you.
ولا زالت الأشغال مشابهين مشاهدين الكرام على الطريق الوطني رقم 9 الرابطة ما بين مراكش وورزازات. هنا كيشتغلوا على واحد عجيب. تشوفوا واش علاش كيشتغلوا على واحد الممر نفق تحت أرضي مائي. كاينين جوج، واحد ها هو الدار. أنا قلت لكم في الدخلة ديال مراكش لهنا الفيضانات هو ما يؤرق بال المنطقة. إذن ها هي مهبطين الكروة، داروا لها الطريق، وراهم كيصوبوا لي بانو باش غيطلعوا باش غيبنيو الحيط السور بالإسمنت المسلح، إذن باش غيهبط الماء لهاد الشعبة وغيمشي للواد الكبير راه هو ديال الحملة. راه ملي كتجي الحملة راه الله يستر وصافي. إلى الأمام. يا أخي الطريق مقطوعة بسبب الأشغال وانهيار، وقع انهيار، انهيارات حاليا كيطيحوا لنا هما. هنا كيوقعوا انهيارات، عملية كيزيلوا. شوف 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 من المشاهدين الكرام، عملية كسر الصخور بسبب الانهيارات اللي كتوقع. إذن فريق سطابور، وشوف البوكلان كيفاش طلعت، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. أكثر من 10 ديال الآليات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديال الآليات، 10 زائد شاحنات عدة، ما شاء الله ما شاء الله. إذن افضل الفكره اللي كنت قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، داك الجبل اللي كنت لك الجبل الخطير، فالطريقه هذه افضل باش ما يحصلش انهيار. إذن ها هما حاليا كيهرسوا الجبل من الفوق باش ما يوقعش انهيار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.